كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. أسرارها الجمالية فريدة وألوانها تسحر الناظرين وبارق بلورتها يأسر الألباب وذبذباتها تشفي السقم. هذا ما تعرف به الأحجار الكريمة منذ آلاف السنين، وهي إما نفيسة أو نصف نفيسة، وما يضفي عليها قيمتها في الحقيقة وأسرار تكوينها الكيميائي والفيزيائي. يعد العلاج بالأحجار الكريمة من الطرق السائلة في الشرق القديم، حيث كان العرب أول من عرف قيمتها العلاجية في القرن العاشر قبل الميلاد في مملكة سبأ، كما ذكر المؤرخ سترابون، واعتبروها فلسفة روحية متكاملة لتحرير الجسم والفكر. فطلب الفراعنة للزينة والتبرك والعلاج، واستخدم قدماء اليمنيين في العلاجات الشعبية. فالعقيق اليمني على سبيل المثال ما زال يستخدم لعلاج داء الشقيقة وألم الرأس والشنجات العصبية أو التشنجات العصبية. ونتساءل هنا، هل يمكن وضع هذا النوع من العلاج في خلاط الطب البديل أسوة بالعلاج بالألوان أو الموسيقى؟ أقول أن سواء تعلق الأمر بالعلاج بالموسيقى أو بالأحجار، فهذه أشياء لا تنفع ولا تضر، وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. أما من يقول أن هذه أسباب فالأسباب تكون مثبتة علميا داخل المختبرات، أما من تعلق قلبه بهذه الخرافات فهو كمن اتخذها من بيت العنكبوت بيتا، وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.